Allah onlara kibir verdi de kör oldular. Yaklaşan nihayetlerini göremediler. Sen de artık bir öksüzsün. Bir yetimsin. محمد الفاتح وليد لحظة أو صدفة، بل كان فتح القسطنطينية ثمرة بناء سياسي وعسكري وثقافي للفاتح، استمر لسنوات تحت عين كبار علماء عصره، فتحرك سياسيا بتحييد الدول الأوروبية بمصالحتها وبناء القلاع للسيطرة على المضائق المائية، ومن ثم أخذ بالتحرك لفتح القسطنطينية عسكرياً. ولد السلطان محمد الفاتح في 27 من رجب من السنة 835 للهجرة، ونشأ في كنف أبيه السلطان مراد الثاني سابع سلاطين الدولة العثمانية، الذي تعهده بالرعاية والتعليم ليكون جديراً بالسلطة والنهوض بمسؤولياتها، فأتم حفظ القرآن وقرأ الحديث وتعلم الفقه ودرس الرياضيات والفلك وأمور الحرب، وإلى جانب ذلك تعلم العربية والفارسية واللاتينية واليونانية، وعمل أبيه على إشراكه في الحروب والغزوات، فأصبح رجل حرب وجهاد. ثم عهد إليه والده بالإمارة وهو صغير السن ليتدرب على السياسة وإدارة شؤون الدولة وتدبير أمورها تحت إشراف مجموعة من كبار عصره، فأصبح رجل سياسة بعد أن كان رجل حرب وجهاد. ومن ثم عمل والده على بناء الفاتح وتحديد اتجاهاته الفكرية والثقافية تحت رعاية كبار العلماء، فبناه بناء إسلاميا صحيحا على يد كبار علماء عصره، وخاص الشيخ آق شمس الدين، فأثروا على تكوين شخصيته كشخصية إسلامية، فأصبح محمد الفاتح رجل سياسة وبنفس الوقت رجل حرب ذات شخصية إسلامية صنعت تحت عين كبراء علماء عصره. وكان الشيخ آق شمس الدين في هذه المراحل يعمل على بث روح الجهاد والتطلع إلى معالي الأمور في نفس محمد الفاتح، فزرع في عقله بأنه المقصود ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لتفتحن القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش. فقال له: أنت الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بنعم الأمير أميرها. فشب الفاتح وبين عينيه فتح القسطنطينية عالي الهمة، موفور الثقافة، مرهف الإحساس، أديباً شاعراً، فضلاً عن إلمامه بشؤون الحرب والسياسة. فما لبث بأن استلم الخلافة، فأخذ بممارسة سياساته وتخطيطه العسكري لفتح القسطنطينية، فمارس السياسة بعقد الصلح مع الدول الأوروبية لتحييدها ومنعها من التدخل بما يخطط له من فتح للقسطنطينية. وكان هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لتحييد ومنع قريش من التدخل عند حصار خيبر وفتحها. وأخذ بنفس الوقت الذي كان يمارس فيه السياسة مع الدول الأوروبية بممارسة الحرب بصناعة مدافع عملاقة لم تشهدها أوروبا من قبل، وقام ببناء سفن جديدة في خطة عسكرية محكمة لسد بحر مرمرة وإغلاق طريق الدردنيل أمام أي مدد للقسطنطينية، في حال أن نقضت الدول الأوروبية عهدها وتريد مدد القسطنطينية، وشيد على الجانب الأوروبي من البسفور قلعة كبيرة عرفت باسم روبل حصار، مقابل قلعة عثمانية شيدت على البر الآسيوي زمن السلطان بايزيد الثاني ليتحكم الفاتح في مضيق البسفور، فإنه ممر مائي لم يغفل عنه محمد الفاتح صاحب الحنكة والسياسة والحرب. وبعد أن أتم السلطان كل الوسائل التي تعينه على تحقيق النصر من تحييد أي جهة أوروبية تريد التدخل والسيطرة على المضائق المائية بالمنطقة في حال تدخلها وإعداد للمدافع والسفن، أخذ بالزحف بجيشه البالغ 265 ألف مقاتل من المشاة
والفرسان تصحبهم المدافع الضخمة واتجهوا إلى القسطنطينية، ونجحت قوات محمد الفاتح في فتح القسطنطينية واقتحامها. وكان هذا الفتح العظيم وهذه العملية العسكرية أحد العمليات العسكرية الممزوجة بالتحرك السياسي النادر في التاريخ. قام محمد الفاتح بكل هذا وعمره 22 سنة.